الحكومة جات بالدعم ديال السكن. الدعم ديال السكن بلي اليوم تشري الدار ب 270 ألف ولا 280 ألف درهم، راه الدولة كتعطيك 100 ألف درهم والبقية يمكن لك تمشي يعني تاخذه في الكريدي. وما بقيناش فقط عند يعني الطبقة الهشة ولا اللي ما عندهاش لي مويان، مشينا حتى ل 700 ألف درهم وتعطاتها كذلك دعم، لأن مشينا للطبقة المتوسطة قلنا حتى هي يعني خصها إمكانيات ديالها باش تقدر يكون عندها السكنة.